يا مساء الفل على كل متابعين كرة بلس في كل مكان، وتغطيتنا لدورة الألعاب الأفريقية تنتهي اليوم بعد ما استمرت المنافسات حتى أكثر من 20 يوم في العاصمة الغنية أكرا. كنا معاكم في كل الملاعب وكل المنافسات، والحمد لله يعني حاولنا إن احنا نوصل معاكم ونوصلكم بكل الأبطال، وعملنا العديد طبعا من الحوارات خلال المنافسات، ولكن طبعا كان ختام البطولة مسك اليوم بتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علم تنظيم دورة الألعاب الأفريقية المقبله ان شاء الله اللي هتقام في القاهره 2027، وان شاء الله تشهد نجاح كبير من الدوله المصريه. النهارده اختتمنا المنافسات بتحقيق 192 ميداليه، 102 ميداليه ذهبيه في رقم قياسي لمصر في دوره الالعاب الافريقيه، ورقم تاريخي جديد لمصر نضيفه النهارده بعد ما قدرنا نحقق 3 ميداليات ذهبيه في اليوم الاخير، ذهبيه الكره الطايره رجال، وذهبيه الكره الطايره سيدات، وذهبيه فرق سيدات التنس. وحققنا ايضا النهارده ميداليه فضيه في منافسات تنس الرجال للفرق، وكمان كل في الجدول العام لمنافسات مصر حصلت على 47 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية. أداء كبير طبعا للأبطال المصريين بعد ما شاركنا ببعثة قوامها 262 لاعب ب 20 لعبة مختلفة مصر شاركت فيها، وكنا يعني بعدد أقل من دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب 2019، ولكن أبطالنا كانوا على قدر المسؤولية وقدرنا نوصل لرقم كبير 192 ميدالية. دايما هنا في غانا بيتقال على المنتخب المصري منتخب الذهب ومنتخب الجولد تيم في الشوارع الغنية طبعا بعد العدد الكبير اللي احنا اخدناه من الميداليات. أداء كبير لكافة الأبطال المصريين، وأداء كبير طبعا من اللجنة المنظمة للبطولة، وأداء برضو كان قوي من البعثة المصرية وكل الإداريين بنشكرهم عليه أكيد في البطولة. وطبعا كنا معاكم في كافة المنافسات، حاولنا طبعا ننقل لكم كل الأحداث وكل الأخبار، وإن شاء الله نكون معاكم في أخبار أخرى وفي تغطيات أخرى في العديد من الأحداث. انتهت دورة الألعاب الأفريقية رقم 13 في غانا، ولكن الأحداث لا تنتهي، الأحداث الرياضية لا تنتهي، وإن شاء الله نشوفكم في أحداث أخرى ونكون معاكم في كل التغطيات وكل المباريات، وما تفوتش لعبة وخليكم دايما معانا على كورة بلس.